رمضان في الهند. على الرغم من أن الغالبية الهندية ليسوا من المسلمين، فإن الهند نظرا لتعداد مواطنيها بها أكبر ثاني تجمع إسلامي في العالم في البلد التي يزيد عدد مواطنيها عن 1 مليار نسمة. نظرا لانتشار المسلمين في أماكن متفرقة في هذا البلد الواسع، فإن ثبوت رمضان قد يختلف فيه من مكان لآخر، الأمر الذي يترتب عليه اختلاف المطالع. ولكن في النهاية هناك هيئة شرعية خاصة من العلماء تتولى متابعة أمر ثبوت هلال رمضان، وتعتمد في ذلك الرؤية الشرعية. وحالما يثبت لديها دخول شهر رمضان تصدر بيانا عاما ويتم إعلانه وتوزيعه على المسلمين. شهر رمضان في الهند طابع خاص، حيث تضاء المساجد ومآذنها وتكثر حلقات القرآن، وتمتلئ المساجد بالمصلين، وتتجدد حياة المسلمين في هذا الشهر الذي يغير عاداتهم اليومية ويخرق كثيرا مما ألفوه واعتادوه. على السحور، تعود المسلمون في الهند على تناول الأرز والخبز وهو غذاؤهم الرئيسي، ويطبخ إلى جانبه أنواع أخرى، وذلك بعدما يمر المسحرات الذي يقوم بدوره حتى الآن ويطوف على الأحياء ليوقظ الناس قبل أن يدركهم أذان الفجر. على الإفطار يتناولون عادة رشفات من المياه إذا لم يجدوا تمرا، وبعضهم يتناول الملح الخالص إن لم يجد التمر أو المياه، وهي عادة لا تعرف إلا بالهند. مائدة الإفطار الهندية تشتمل على الأرز وطعام يسمى دها بهدا، يشبه الفلافل مع الزبادي والعدس المسلوق، إضافة إلى طعام يطلق عليه اسم حليم والهريس، وهو يتكون من القمح واللحم والمرق، وكل هذه الأنواع من الطعام يضاف إليها الفلفل الحار. أما المشروبات فيتصدرها عصير الليمون واللبن الممزوج بالماء والحليب. وفي ولاية كيرلا جنوب الهند تحضر بعض الأسر المسلمة هناك مشروبا يتكون من الأرز والحلبة ومسحوق الكركم وجوز الهند لوجبة الإفطار، ويشربونه بالملاعق المصنوعة من قشور جوز الهند، معتقدين أن هذا المشروب يزيل تعب الصوم وينشط الصائم للعبادة ليلا. وأغلب المسلمين في الهند يحافظون على لبس الطاقية خصوصا في هذا الشهر، ويرتدون المساجد للصلاة وتلاوة القرآن، إذ يجتهد كل مسلم هناك في قراءة ختمة من القرآن خلال هذا الشهر، إضافة إلى اهتمامهم بحضور صلاة التراويح التي يشد لها الجميع رحالهم. ومن العادات الطريفة والظريفة لبعض المسلمين هناك توزيع الحلوى والمرطبات وثمار الجوز الهند على المصلين عقب الانتهاء من صلاة التراويح، وأحيانا يوزع التمر وسكر النبات. والمشروب الهندي الذي يسمى سمية، وهو يشبه الشعرية باللبن عند أهل مصر، وأغلب أنواع الحلوى هناك تحضر من الشعرية، كما يحرص الأطفال على شراء فوانيس رمضان، وتراهم يتجولون في الأحياء الشعبية فرحين بخيرات هذا الشهر، وهم ينشدون الأغاني الدينية بلغتهم الهندية ولهجاتهم المحلية. وتسمى الجمعة الأخيرة من رمضان عند مسلم الهند جمعة الوداع، ويعتبر المسلمون هناك هذه الجمعة مناسبة عظيمة للاجتماع والالتقاء، فترى الجميع قد حزم أمتعته وشد رحاله إلى أكبر مسجد في مدينة حيدر أباد لتجتمع فيه أعداد غفيرة من المسلمين، وتصل صفوف المسلمين وقت أداء الصلوات قرابة 3 كيلومترات من كل جانب من جوانب المسجد. ولأجل هذا الاجتماع تغسل الشوارع والساحات المجاورة لهذا المسجد ليلة الخميس السابقة ليوم الجمعة الأخيرة من رمضان، كما ويمنع مرور الناس في تلك الشوارع والساحات المحيطة بهذا المسجد،
ويبقى الحظر سائر المفعول إلى وقت الانتهاء من صلاة الجمعة. شهر رمضان عيد يمتد لمسلم روسيا على مدار 30 يوما، رغم أنه ربما تصل ساعات اليوم الواحد فيه إلى 22 ساعة من الصيام، لكن طقوس وعادات الشهر الكريم في هذا البلد الممتد بين أوروبا وآسيا تجعل له مذاقا خاصا. والإسلام في روسيا هو ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية بتقديرات تصل إلى نحو 24 مليون مسلم، بعضهم يتوزع في مختلف جمهوريات الاتحاد الروسي، وبعضهم يتركز في أقاليم ذات غالبية مسلمة مثل الشيشان وداغستان وتطرستان والشركسيا. في موسكو وحدها يعيش نحو 2 مليون مسلم، تختلف عاداتهم وتقاليدهم بطبيعة الحال عن باقي مواطنيهم. يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في رمضان فيما يتعلق بساعات العمل، كما يحرصون على أداء كل الفرائض والصلوات، رغم أن العاصمة الروسية لا تحتوي إلا على 5 مساجد فقط، إلى جانب أنها تحرص على ختم القرآن كاملا طوال الشهر الكريم فضلا عن إقامة المقارئ الجماعية. وتشهد موسكو ككثير من العواصم العربية والإسلامية موائد إفطار جماعي تنظمها الإدارات الإسلامية والجمعيات الخيرية وبعض البعثات الدبلوماسية، كما تشارك فيها دول عربية وإسلامية والتي من شأنها ربط مسلمي روسيا بعالمهم الإسلامي. ولا تقتصر موائد الرحمن على موسكو فقط، بل تمتد إلى عموم روسيا، حيث لا يقتصر الأمر كذلك في موائد الرحمن على تناول الطعام، وإنما يأتي بعد الإفطار نشاط خاص، حيث توجه دعوة لمن يحفظون القرآن ويجيدون قراءته ولديهم قدر من المعلومات عن الدين الإسلامي، فيقوم بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وبعض الدروس الدينية والعظات عن الإسلام وتعاليمه وسط أجواء روحانية ربما تكتذب حتى غير المسلمين. ولا يمكن أن يمر رمضان في موسكو دون أن ترى خيمة رمضان في العاصمة كأحد أبرز معالم حلول شهر الفضيل في روسيا، حيث تنصب الخيمة بجوار مسجد باكلونايا جارا والتي ينظمها مجلس المفتين سنويا. وتتضمن الخيمة موائد الإفطار الجماعي طوال الشهر الكريم، حيث تتسع لتشمل نحو 600 شخص يجلس عليها الجميع بصرف النظر عن جنسيته أو عقيدته. تقدم إليهم مجموعة من الوجبات والأطباق الشعبية، خاصة تلك التي تطهى في رمضان داخل الأقاليم ذات الغالبية الإسلامية في روسيا. ولا تقتصر الخيمة على مجرد تناول الطعام، وإنما تتحول في الوقت ذاته إلى ساحة لتحفيز الأطفال بإقامة مسابقات لهم في حفظ القرآن الكريم. ومن الإفطار إلى السحور، رغم ضيق الوقت كثيرا نظرا لطول ساعات الصيام، تنشط مطاعم الأكل الحلال في روسيا، تتفنن في تقديم أشهى الوجبات والأطباق المتنوعة التي لا تتضمن أي مكونات لحوم محرمة في الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه الأطباق والوجبات كذلك أطباقا شعبية عربية وشرقية متنوعة. كما تأتي موائد الرحمن في روسيا كملتقى للمسلمين من مختلف دول آسيا الوسطى أو الجمهوريات التي كانت تتبع الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث هاجر بعضهم لكسب عيشه في هذا البلد الذي كان يوما ما إمبراطورية كبيرة. والمسلمون ليسوا جزءا منفصلا عن التراث الثقافي والديني الروسي، بل هم متجذرون فيه وأحد الديانات التقليدية المعترف بها، إذ أن تاريخ الإسلام في روسيا يعود إلى القرنين 7 و8 الميلاديين، حيث عرفت أرض روسيا الإسلام من خلال المعاملات التجارية.
ثم أتت الفتوحات الإسلامية في مناطق شمال القوقاز وأسيا الوسطى لتشكل بذلك دفعة قوية لانتشار الإسلام في روسيا، خاصة أن بعض الجمهوريات الواقعة في هذه المناطق، بعضها ضمن الاتحاد الروسي الحالي كداغستان وشيشان، وبعضها جمهوريات مستقلة عن روسيا ودول قائمة بذاتها. والأقاليم ذات الغالبية المسلمة في روسيا لها هي الأخرى طقوسها خلال شهر رمضان. وتأتي جهود إنهاء المخاصمات وإصلاح المنازعات كأحد أبرز مظاهر الشهر الكريم في جمهورية الشيشان، حيث تدعو الحكومة الشيشانية العائلات إلى إنهاء الخصومات، بل قد تشكل لجانا خاصة لفض المنازعات. أما جمهورية تطرستان فإن المسلم غير القادر على الصيام يتبرع بمبلغ مالي قدره 100 روبل عن كل يوم. أما جمهورية داغستان فإن المسجد الكبير بمدينة محج قلعة يشهد أحد الطقوس والعلامات على حلول شهر رمضان في روسيا، حيث يفضل المسلمون الاجتماع في هذا المسجد الكبير لأداء صلاة المغرب، حيث يكسرون صيامهم بالتمر أو قطع الفاكهة، ثم يتناولون الخبز والأكلات التي أعدوها للإفطار، ثم يؤدون صلاة التراويح في جو روحاني يسوده الود والمحبة. والمسلمون في روسيا كأقلية بطبيعة الحال لديهم بعض المشكلات، والتي تتمثل في وجود المساجد على مسافات بعيدة واستمرار محلات الخمور في العمل، إلى جانب وضع ساعات العمل كما هي دون تغييرات كما يحدث في الدول العربية والإسلامية، إلا أنهم يتعايشون مع ذلك طالما أن لديهم حق مقبول لممارسة دينهم. وبينما تشتهر كثير من الدول العربية والإسلامية برواج مشروبات التمر والسوبيا والعرقسوس خلال شهر رمضان، يعد مشروب الكفاس هو المشروب الشعبي التقليدي للمسلمين الروس في رمضان، إذ أنه مشروب غير كحولي يساعد على تقليل الإحساس بالعطش خلال ساعات الصيام. وكغيرهم يقضي المسلمون الروس أيامهم في الصلاة وقراءة القرآن الكريم ودراسته، كما أن المسلمين يدفعون زكاة الفطر للفقراء والمحرومين.